صافي خويا مرحبا بك معنا على قناه شوف تي في. صافي خويا كما كتعرف كاين مجموعه تاع المستجدات وكاين الغموض يعني في مجموعه ديال المسائل منها انه المكتب الجديد توصل بوصل الايداع المؤقت والبلاغ اللي خرج البارح. شنو رايك ديال هذا الشيء هذا اللي واقع؟ واش عندك شي معلومات؟ شنو السلام عليكم خويا طارق، كنشكركم على هذه الالتفاته هذه اللي كتقدموها للفريق ديالنا. بدا تحسب لكم هذه النقطه هذه اللي كاين شي صحفيين اللي هنا في مدينه وجده هما على الورق صحفيين مدينه وجده ولكن وهميا ما كنشوفوهم ما والو. هذا عيب وعار، حدث وعيب وعار، لان يعني الضغط تاع الصحافه راه يعني هي اللي كتخلي هاد الناس هادو يخرجوا للاعلام. حنا ما كنشوفوهمش، فهمت؟ الفريق ديالنا كل مره كنسمعوا ليه خبر، كل مره كنسمعوا هضره، كل مره هذه يعني الجماهير راه ملت، كرهت دي كوتات، ماشي كرهت الفريق ولا الفريق، كتموت على الفرقه ديالها على المولوديه، ولكن هاد الناس هادو هما اللي كيخليوك فهمت تكره دي كوتي. راه حشومه عيب وعار اننا نبقاو دائما نهضروا لا شكون اللي راه رئيس، لا شكون اللي راه مكلف، لا شكون اللي راه هادي، لا شكون، فهمت؟ والناس راه تبريباري الروتور، وراك عارف الروتور كي دايره الاجواء ديالو، الاجواء تاع الروتور راك تو راك عارف كاين بزاف تاع الصوالح الخفيه كتكون فيه، بنان راك عارف التلاعب بزاف تاع الصوالح كيكون في هذا الروتور. هذا حنايا بغينا هاد المكتب الجديد اللي كاع الجماهير استحسنات ودعت فيه الثقه بقدوم تاع واحد الاسم يعني تاع المرحوم السي بالهاشمي. قلنا يعني فيها خير ان هاد الناس جاو مرحبا بهم، وكاع مني وطلع استفشنا فيهم خير، قلنا هادو هما اللي غادي يردونا السكه الصحيحه. هاد الناس هادو هما اللي غادي يعني يردوا المولوديه للسكه يعني العهد ديالو. هادشي مازال ما شفنا منه والو. حنايا بغينا الناس تخرج، هاد الناس يخرجوا يعني يديروا ندوات صحفيه. حنا هاد المكتب هذا مشكل من سبعه تاع الاشخاص، ياك سبعه تاع الاشخاص، كاين الرئيس زندافو، كاين النائب الاول عندنا القدوري، كاين النائب الثاني يطرب المعين، كاين سميتو النائب الثالث محمد بالهاشمي، كاين امين المال حافظ بالهاشمي، كاين الناطق الرسمي محمد بختي، وكاين الكاتب العام الشنوف. حنا دروك حنا الى هاد الناس كيسيروا جماعه ياك يخرجوا اخويا وديروا يعني ندوه صحفيه يبينوا لنا واش كاين صحفيه، واش غادي يبينوا فيها، يبينوا لنا الامور واش غادي يشوف، واش هاد المنعدي غادي يتفك ولا ما غاديش يتفك، ولا غادي يخلصوا غير هاد اللاعبين اللي كاينين هنا وتستمر يعني البطوله ويزيدوا مع بهم في الروتور. يبينوا لنا الوضوح، يبينوا لنا يخرجوا لنا واش كاين. حنا راه ما كاين والو. حنا مؤخرا هذه واحد يومين شفنا الاستقاله ديال عدنان القدوري وشفنا سميتو الاستقاله ديال يطرب. علاش هاد الاستقاله؟ قال يعني ما كانش التشاور، قال ما كانش الحوار، ما كيلغاو لهمش هاد الناس هادو، ما كيتشاوروش معاهم. يعني اذا كانت هاد النقطه هادي كاينه راه نيشان من حقهم، من حقهم اخويا. راه لا يمكن انني انا نكون انا واحد السيد في واحد المشروع وما نتشاورش معاه، فهمت؟ يعني هذا راه في حد ذاته يعني عابات. احنا خويا احنا جينا باش نخدموا فريق مولوديه كاملين ونخدموا كاملين نصايح الفريق ديالنا. انا ورقه تخرج نقول له راني خرجت ورقه، قال الواحد راني خرجت ورقه، انا راني جيت راني متقهوي في قهوه فلانه، الواحد راني متقهوي في قهوه فلانه، يعني التشاور والحوار يكون. كان واحد القضيه اخويا صوفي، شنو هو الراي ديالك ياك انه المكتب عنده وصل الى مؤقت ياك؟ وهما اللي توصلوا بالغرفه تاع النزاعات على اساس باش يسويوا الوضعيه تاع كادارين، وما خرجوا ما هضروا ما قالوا حتى شي حاجه. هذه الراي العام لاننا رحنا قانونيين. شوف يعني الوصل زعما بغاو يلصقوها في اللجنه الا ما كانش مشكل تاع كادارين ولا شنو؟ شوف الوصل احنا كاع جماهير يعني عارفوا بلي انا هذا الوصل وصلوا به. يا دروك انا قلت لك المشكل فين كاين؟ في التحاور، ما كاينش التحاور، فهمني؟ انا وياك جايين يعني ندير واحد المشروع تاع فريق، خصنا نتشاوروا انا وياك نريحوا نشوفوا واش كاين. الاول اولويات هي اننا نشوفوا الفريق حاليا دروك دروك نجلسوا ونقولوا شنو غادي نديروا، شنو غادي البروجي ديالنا، واش غادي نفذوا مطالب تاع الجماهير العريضه ديالنا اننا نفكوا المنع ونزيدوا عاود يعني نخلصوا الدراري اللي عندنا ونكملوا ما تبقى من البطوله، ولا واش غادي نديروا؟ درك ما باين الوضوح ما كاينش، ما خرجوش هادو كاع سكتوا، فاهمني؟ حتى واش تبدا البطوله وتقولوا لنا لا ما كفاناش الوقت وكذا وهذه حشومه عيب. حنا استبشرنا خير فيكم،
قلنا ولاد وجدة هادو هما اللي غادي يهزوا بينا، فهمت؟ حنا ملينا هاد الصراعات هادي مع هاد المكاتب السابقه، راه لا اله الا محمد رسول الله. مرضنا راه الخاسر الكبير هو المولد الوجديه. ضروك كاين جوج حوايج، جوج كاين المنع اللي عندنا ضروك تاع حد اللاعبين، هذا راه سميتو منع، وكاين المنع تاع اللي راه مشاكين بينا اللاعبين الاخرين، فهمت؟ دروك انت راك بين المطرقه والسنداد كما نقولوا حنا، فاهمني؟ دروك الا بقيت متلاهي نتايا باش تفيريفيلي الوراق وتفيريفيلي المسائل وكذا، هذاك الشيء ما فهمت، هذاك الشيء بعد المرور تاع الايام. دروك فيريفيلي وشنو كاين دروك، بحال حنا نقولوا اللاعب قادرين، قادرين راه يعني واش نقول لك، فهمت؟ كونطرا ديالو لاعب اللي فهمت عنده وزن في الفرقه ديالو، في الفرقه ديال يعني الفرق ديالنا، يمشي مغدى الصباح يمشي لاي فرقه، يهز الساكو يمشي. حنا ما بغيناش هاد الصوره هذا، يعني الجروب ديالنا يعني ينقصوا شي لاعب ولا شوف. وهاد واحد الحاجه كنقول لك، وحنا ما غاديش نقولوا غير قادرين، حنا تحيه للاعبين الكاملين، شت اللاعبين الكاملين تحيه لهم، هادو اللي كانوا هنا كنرفعوا لهم القبعه وكنشيدوا بهم حراره ونقول لهم الله يحمي الوالدين على الرجل ولا ديالكم، باش ما غاديش نبقاو نكذبوا على راسنا نقولوا غير قادرين هو اللي راه ماشي غير قادر اللي يلعب بوحدو، فهمت؟ راه كاملين الدراري الله يعمرها سلعه والله يعمرها دار، ولاد الناس والرجال، فاهمني؟ بهذا المعنى الكلمه، راه ما داروا لا اضراب لا والو، راه نحشوا يعني كانوا يحشموا من الدراري ديالنا وهذه، وكانوا يشوفوا المعاناه اللي كنتلاقاها الجماهير من بينها ارتراب رياض وجده، اللي واش نقول لك راه اقسم بالله العلي العظيم راه من احسن الجماهير المغربيه واللي مال الافريقيه، اللي نقول لك راه واش نقول لك، الناس اللي الصبر ديالهم راه ما يعلم به غير الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للبلاغ اللي دارته البريغاد البارح، لا يحسن العوان اخويا. شوف غادي نقول لك حاجه، بالنسبه للدراري ديال البريغاد، ما عمرو بريغاد وجده هدد فريق ديالو، واش كاين شي واحد كيهدد الام ديالو؟ ما كاينش. ماشي تهديد، شوف يعني لا شوف ميساج ديال انه شوف شوف ما درتش شوف شوف هذا شوف شوف غادي ندير غادي ندخل الشارع وغادي نشوف المباراه. شفت بريغاد وجده ما عمرو سي طارق تهدد الفريق ديالها وكتحب الفريق ديالها يعني، وخير دليل يعني الديبلاسمويات اللي كتقطعهم بريغاد وجده، راه ما كانش شي فريق ولا شي جمهور تاع شي فريق كيما بريغاد وجده. هذه خص بنادم يديرها في راسو وتحسب الجماهير ديالنا، راه المسافات اللي كتقطعها بريغاد وجده راه ما كيضربها حتى شي واحد، راه مؤخرا ضربنا 800 كيلومتر من الزمامره، 800 الو 800 ريتو، تخيل معايا مشينا 3 تاع الصباح خرجنا منها وصلنا تما مع الوحده تاع النهار وفرجنا الماتش وولينا تمك، ما كانش اللي يديرها. لا واش نقول، والمعاناه تاع حد وبلاد شوف بلاط مشاكل بلاط البا كل شيء يمشي كالي شارب عنده فلوسه مسائل ديالو، كاين اللي تخيل معايا صاحبي كاين اللي بكثره الحب ديالو كيبيع تليفونه، كيبيع تليفونه مسكين وكيمشي، كاين اللي يرهن تليفونه، كاين اللي باش نقول ما خدامينش، ورغم ذلك كيمشيو وكنساندوا الفرقه ديالنا وكنديروا اي حاجه، فهمت؟ و اي باش يكونوا الدراري ديالنا موتيفين ويكونوا ملاح، فهمتني؟ راه ماشي معقول هذا، راه خص هاد الناس يخرجوا. انا يا هاد المكتب هذا مكون سبعه الاشخاص راه خويا شوف، خص كاع هاد السبعه يكونوا يتحاوروا ببعضياتهم، انا قلت لك يتحاوروا ببعضياتهم وشوفوا النقطه اللي فيها الخلل والنقطه اللي غادي يصلحوها، يا غادي يفكوا المنع يا غادي يريقلوا مع هاد اللعابه هادو اللي هنايا. جوج حوايج، ما كاين، ما غاديش نقول كاين نقابه ولا كاين كذا ياك، المهم والخلاصه هي انهم يبينوا الوضوح، وزوك الجمهور باغي الوضوح، الوضوح فاهمني؟ واش غادي ديروا؟ واش غادي دير؟ واش غادي تفكوا المنع وتجيبوا لنا لاعبين ولا غادي تزيدوا بهاد اللعابه هادو باش الجمهور يكون مطمئن، باش ما يبقاش غادي على واحد النيه اخرى وفهمت؟ دوكا الجمهور طامع فاهمني؟ دوكا الجمهور اللي تسولوا يقول لك غادي يفكوا المنع وكذا وهذه ايه هضره، بصح غادي يخرجوا هما على الوجود ما يقدروا، واخا يكون عندهم فلوس ما يقدروش يفكوا المنع. شوف 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 واحد الكلمه خويا طارق، في اي في اي مجال خص المشاوره، في اي مجال هاي ممكن. شوف قضيه تاع المنع زيتو سمعت عبد الوصف، لا انا جايك هيك شوف مشاور، شوف الحوار خص يكون الحوار وكون ثقه وتكون نيه فاهمني، يعني انا بغاو يديروا انت الا في كل عندهم فلوس كاع وكل منع كاع فهاد الحيطه فهمني كيفاش، ما غاديش يقدم. شوف راه كاين ترجمه غادي يوجدوا الصح، الجماهير ما الجماهير ديالنا كانت بغات يعني تطلب نيشان يعني الحقوق ديالها والمتطلبات ديالها
غادي اللي في الديبار اللي ما عندوش فلوس لا يعاون يعاونوا. حنا جماهير ديالنا ما كانش شي واحد صابر قدها. انا نقولك عيام ما يصبروا عيام فهمت. راه كان ندير المطالبه الحقيقيه ديالنا راه خصنا حنا شي واحد اللي يكون فهمت بوكو حبه حنا كما نقولوا يجيب لنا يعني المتطلبات ديالنا يفكنا المنع ديالي. دوك الجمهور باغي يخرجوا هاد الناس هادو. راك تشوف مؤخرا شفنا جوج تاع الاستقالات من هاد المكتب هذا مازال ما بديناش شفنا جوج تاع شفوية وها انت علاش ما كانش الحوار ما كانش حوار بيناتهم سولنا وهذه يقول كيقول لك ما يلغاوناش خص يلغاونا الحق. شوف درك انت واحد دايرو نائب الاول وما تلغالوش ماذا واش يعني هذا يعني العابه هذا اخو الغالو ياك الا كنت انت في فرنسا شكون يتكلف النائب الرئيس إذا ما كانش نائب الرئيس الدولي كنت تكلف النائب الثاني. القضية لا يمكن أنه واحد الرئيس يكون في كازاخ الرئيس ويكون في وجدة. شو هذه هي اللي قلت لك احنا هذه شو تا المولودية ما خصهاش تسير في مدينة الدار البيضاء. المولودية كتواجد في وجدة خصها تسير في مدينة وجدة. حشومة عيبة صاحبي منطقة حدودية كيمثلها واحد الفارق اللي عريق صاحبي راه حشومة عيبة صاحبي راه أهرامك ورا فاتوا منايا في هذه المدينة هذه صاحبي. إلا جينا نذكروا صاحبي أول عميد المنتخب الوطني الجوهر السوداء السي محمد الفيلالي الله يجعل ربي شافيهم هذا المنبر هذا مغفور الله يرحمه مبارك الفيلالي الله يرحمه بالحيوان محمد مرزاق واش نقول لك راه لائحه طويله النقروز عبد الكريم قيسي حسن الله عمر الشارف هذا صاحبي راك تشوف هادو اباطير صاحبي راه شفت عليك كابيتان فاتو في ليكيب ناصر ثلاثه مصطفى الطاهري كابيتان عمر الشارف كابيتان وسميتو الاخر هذاك السي بالخير الله يرحمه كابيتان في حد ذاته هذا شرف شرف لينا حنايا وحسن على الله فينا تاع سميتو تاع الكوب دافريك تاع تونس حشومه. حنا شوف حنا دروكا حنا استبشرنا خير في هاد الناس هادو. حنا يعني كنطالبوا هاد الناس ما طالبوش من المستحيل ولا جيبوا لنا بطولات دروك ولا هادي. حنا بغينا لهم ردوا لنا الاعتبار لهاد الفريق هذا ردوا لنا الاعتبار لفريق المدير الوجديه وخرجوا لنا شي كلاس مزينه وخرجوا لنا للوجود. كاين الصحافه خويا ما بغيتش لكم الصحافه حنا نخرجوا نشوفوا الصحافه علاش ما بغيتش تخرج نخرجوا من المنبر انا عيطوا مستعد عيطوا عيطوا لنا حتى نمشيو عندهم حتى دابا واسمعني حنا نخرجوا المنابر الاعلاميه ويوضحوا لنا الامور كي دايره واش غادي يفكوا المنع واش سميتو يريقلوا مع هادو واش يديروا فاهمني واش جابوا فلوس واش ها دوك الوقت راه يزاحمنا دروك شت الوقت راه يزاحمنا الوقت ماشي الصريح ديالنا دروك في شحال احنا في الشهر 13 دروك ايوا هذا باقي 20 يوم دوك اللي عم ما كيصبرلكش بحال حنا مثلك هذا قادرين هذا راه في لوفا ولا في لوفا 25 كيمشي لحقاش ما عندوش الوقت حتى هو كيقول لك اخويا الا مشات تكتب لي لا سينياتور هزني الماء دوك خصني ندبر على راسي فاهمني مش يقول لك راه فري معايا المنا ما ضرب هادشي اللي بغى الجمهور يعرفوا هي تفكوا المنع وتجيبوا لاعبين اسيدي حنا ما بلا منع غير هادو اللي قادوا معاهم غاديين مزيان انا قلت لك دوكا حنا كاين يعني كاين اختيارين يا غادي يجيبوا الصراحه كل شيء هادشي هذا الصراحه خاصها تكون اول امتحان الصفي هو بدر قادري شوف بدر قادري ماشي بواحد باش ما بقاش نطلع لا اول امتحان هنا غادي تبان حس الى غادي نسوي الوضعيه اسمعني غادي نقول لك الكلمه من غادي نسوي الوضعيه باش نجيب باش حنا ولادنا شت الحقيقه خاصها تنقال ما غاديش نسوي انا الوضعيه ديال بدر قادارين وغادي نقول غير بدر ماشي غير بدر قادار اللي راح لابس التريكو تما راه جميع اللاعبين كانوا سقاتلو تما لان ديك 16 نقطه عرفوا فيها جميع اللاعبين وتحيه لكاع اللاعبين اللي كانوا تمايا اللي شاركوا ومن بينهم السي فوزي جمال اللي واش نقول لك دخل في واحد الوضعيه اللي وضعيه حرجه والمولوديه مرضوها هاد المسيرين السابقين الله ياخذ فيهم الحق اللي وصلوه لهاد نوصل هذا راه كان شي مدير اخر ما غاديش يصبر ما غاديش يجمع لك الجروب ما غاديش يدخل غادي يخاف يعني كنحييهم هالمرة هذا وكنرفعوا له القبعه واش نقول كنقول له سي فوزي كمل معانا هكا وطلبوا الله زعما مسيره موفقه ان شاء الله الرحمن الرحيم ولا خوف على الفريق ديالنا باذن الله ولكن بالحوار اخويا خرجوا انتم سبعه تاع الناس كاينين في المكتب ايوا خرجوا اخويا قولوا لنا الا ما خرجش النائب الرئيس الا ما خرجش الرئيس الاول يخرج لنا نائب الرئيس الاول ما كانش النائب الاول يكون الثاني ما كانش الثاني يكون الثالث ولكن ناطق رسمي يا صاحبي
لين فريد شو لين فريد بغى تخرج من عند الرئيس الشخصي. لا خير لا كين نطق قسمي. وااا وااا. كم مدار هذاك تعلويدا. وإحنا إحنا وعود واحد هذا كاتم قال هنا يا يعني كين واحد الشخص أنه يعني هو اللي راه يشوف يفيري في هاد النزاعات وكذا اللي كان رئيس سابق واللي ما عطاش الفريق المدير وجدية. ما عطاش هو رئيس باش هذا يفيريفي واش زعما يجيب فلوس ولا اي فيريفي زعما النزاعات وكذا والشكايات وكذا فيشوف لك التواصل بحال المحامي اللي هما ما يقدروش يشوفوا يعني قال لك عنده خويا الخبره تاع بكير ماشي هي ديال اليوم والناس اللي كانوا في الجامعه ديال وقيت ترى ماشي هما ديال اليوم فهمتني حنا دوكا محتاجه للمال محتاجه للفلوس الفلوس هما اللي غادي يسلكوا كلشي ما يسلك حتى شي حاجه لا هضره ولا حتى شي حاجه حنايا دوك المطالبه بالحوار مع الجماهير الوجديه انا قلت لك حنا استبشرنا خير بهاد الناس هادو وكامل الجماهير الوجديه استبشرت خير وكلشي وحنا كنا من الاوائل ومازال استبشروا بهم خير مازال عند النيه ديالنا هربت لهم ولا اني خرج وتحنا فهمتني ماشي شو ماشي كاع الجماهير استبشرها خير وهكا غير هضره شفويه وكذا ومنها خص عاود انت تبين بحال شي واحد يكون موتيفي كطارق اخويا طارق صحافي نزيه وهادي ومليح وكذا وراجل وخدم ويجري وجاري انت خصك تبين تجيب لنا واش كاين اللي في العمق نتاع هاد المدينه ونتاع كذا باش نعرفك يعني الدليل فهمت فهمت خويا اتوا برهانكم ان كنتم صادقين فهمني الامور باش كتمشى بالبرهان والحجه هكا يعني انت يا دركا مكتم وساكت وخلي الجمهور هكا رمانه مغمضه راه بالصفه هذه بنادم فهمت ينفجر ويقول شي هضره اللي ما كايناش راه يا ما يسكت الجمهور راه في التالي غادي يخرج واحد الخرجه اللي ما كايناش فهمتني راه ما كاين يصبر اخويا واش الانسان وضعت له الثقه وكاع الجماهير يعني ندات بالراحين تحت المكتب الفاشل اللي لا ياخذهم الحق وهذا المبرمج ما خصنيش فوتني خصنا هاد الميزانيه تمشي للمجلس تاع الحسابات نشوفوا هاد المبالغ هذه فين مشات وفين تصرفات راه لا يمكن ان فريق فيه 13 مليار كريدي وهو ما جايبش حتى شي حاجه وكان يلعبنا احنا على شي لاكوب ولعبنا على شي ضدينا شي بطوله ولا شي فهمتني ولا شي كاس العاش ولا هذه نقولوا ما عليه احنا ما جايبين بطوله ما داين كاس ما مشاركين في مشاركه افريقيه مكلاسينا 11 10 9 5 وتجينا هذه الميزانيه هذه كاع راه يعني العقل ما يديش يتقبلها فهمتني خصنا الناس تدرس الامور ولكن ما تنساش هاد الحوايج هادو راه قلت لك اخويا راه يعني عيات راه جماهير بالصفه اخرى تخرج تندد إيه كتندد ماشي كتهدد سير شوف دوك الله يحسن العوان لي جون ديالنا ما كاين والو في هذه المدينه هذه ما كاين روح خرج دوك ندير معاك ما روتيت ولا ها انت الحوانت مصطفى ما كان لا بيع لا شراء لا والو الناس كتسولك على المدير داكش تبعين في ما تشوف يقول لك اخويا كيدير هذيك الفرقه هذه صافي ديالو اسكوبا وا باش الناس تسولوا على تريكو شحال راه دار ذاك التريكو كذا من يقول لك راه دايره المولوديه فهمت هنا باش عوض يقول لك تقول لك صاحبك صباح الخير يري معاك يقول لك اخويا المولوديه كي داروا معاها وكذا واش كاين شي منع وكذا تقول له اخا ما عارفش يقول لك انا ما ها انت هذه هي اللي قلت لك ماشي التواصل التواصل مكتب فيه سبعه تاع الناس خرجوا الناس سبعه تاع الناس ما عليش كما كانت 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 وا قولوا لنا المهم نعرفوا ما فيها والو اللي قلتوا ما كانش حتى انا ما كانش فلوس ولا الجمهور شو تاع الجمهور شو اسمع شو شو شفت الجمهور الجمهور ما كاتجيش الصراحه فاهمني تقول له دي انا اللي داير واحد الصدقه غادي ندير غير الدجاج وسانتير فاهمني فهمني ما غاديش ندير شي حاجه اخرى وكذا هذه صافي باينه حنا نجمعوك نعاونوك هو نجمعوك ونعاونوك ونديروا لك كذا ما تبقاش تفوح تكتب كذا وانا غادي ندير وغادي ندير غادي ندير في التالي ما دير والو لا خويا هذوك ما باقيش الوقت اخويا خرج اخويا كاين الاعلام وتمنى اخويا طارق انا كنت في الاصدقاء ديالك الصحافه يخرجوا عندهم ويضغطوا حتى هما عليهم شوف كان شي غادي قلت لك نعطيك واحد المثال هاد الفرق البيضاويه علاش راها في اونيفو علاش ماشي كرة ماشي كرة وعلاش هاد الناس كتمشي لهم هما هاد المستشهرين وهادو بالضغط الاعلامي حنا هنا راكدين هنا راكدين واش يحشموا ولا ما فهمتش انا هذا حنا ضاغطين لا كنشكروكم وكنتصل بكم ونعرف شنو كاين انا يعني نقولك على الاخرين الدراري باخر هما ماشي كنحترموهم كنرفعوا لهم قبعه ولكن المولوديه راها ضلع من الاضلاع تاع مدينه وجده راها الضلع الاول الرياضه الرياضه شو الحمد لله
كوب دافريكا دي ندموها كوب ديمون الملك ديالنا الله ينصره فرحان وراه يدير يقوم مشاريع وراه يقوم كذا الاعداء تاع الوحده الترابيه تذكر متربصونا يموتوكم الريح هذا غير سميتنا يحلموا غير سميتنا المنتخب تبارك الله مشى من الاول تاع المنتخبات تما راه تطر بوس هذه المره التاليه قال لك علاش يمشيو بكري بحال هما مخلصين علينا فهمت ماشي الغيره هكا خصيني يعني الحوار الحوار انا يا خويا مكتب جديد مكتب جديد يعني متكون مسميتو ما اشخاص كما قلت سبعه ايوا سبعه تاع الناس هما اللي غادي يخرجوا لنا اذا ما خرجش الرئيس كما قلت يخرج النائب الاول ما خرجش النائب الاول يخرج النائب الثاني الثالث الناطق الرسمي المهم واحد يكون حوار صاحبي حشومه عيب صاحبي عيب وعار اننا نشوف هذه المسائل هذه تكون في واحد الفارق اللي عارق حشومه وصل الايداع كما قال لك اخويا وصلهم فهمت وصل ايه وصل بحال هذه بحال علاش جبت بالراس منهم البارح لان عقوب له بالقلب تاع انه غادي يتسمر فيهم شوف 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 راه شوف هذه اللجنه هذه اللي كانت قديمه ماشي تسمر فيهم راهم داروا هذا الشيء هما اللي داروا هذه الاخطاء هاد اللجنه القديمه هذه وهاد المكتب المسير القديم هما اللي هاد الاخطاء بسببهم من دار احنا من اخطاء شوف شوف احنا من ابار شوف انا كنهضر لك على على علاش ما خرجناش كي وصل الاذاعه علاش ما خرجناش قولوا حنا وصلنا شوف هادو داروا كاين واحد شوف ابار اللجنه واه فهمتك 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 هاد الناس بغاو يتنصروا مسؤوليه يعني كيفاش الا ما سويناش الملف ديال نقولوا هادو كل ما فهمتك فهمتك غادي تسمر في الاخرين فهمتك واه لان شوف هاد السيمانه اللي فاتره لا دق واحد يقول دير لهم عشره في الرويضه واحد يقول لك الصبره ماشي قانوني واحد يقول لك ما عرفناش الرئيسيه فهمتني ها هو الاخرين البارح خرجوا بالغ هذاك البالغ ما دارش الصحه الرسميه واه لان خرجوا لان علاش ما داروش مداش الصحه الرسميه لان ما بقاوش يعني وزيد على ذلك راه سالوا التعبير راه تبدل واه انا ما يمكن ما شوف وفي جمال مازال ما هضروش معاه ما قالوا لا على حسب التربص ولا شي غادي يديروا في المنع على هذا شي حاجه واه الا ترموا الدرب راه معلق واه شوف هذه هي اللي قلت لك يعني التكتم ما خصش يكون تكتم واه انا يكونوا عاوتاني محايدين واه سمعني انا شوف يعني انا قلت يعني شوف السبب تاع الاخفاق وديال كذا ما غاديش نقلعوه لهذيك اللجنه القديمه غادي يبقى بصمته عار عليهم الى يوم الدين لانهم يوما كانوا يسيرون فريق من حجم فريق المدير الجديه ياك وتراكموا عليه الديونات اللي خياليه ياك بسببهم في العهد ديالهم ياك هذا راك معايا جات هاد اللجنه هذا المكتب الجديد استفسرنا ما نقولوش اللجنه نقولوا المكتب مكتب هو مكتب المكتب تاع هو هذه هاد اللجنه ديالها في بيريود لا لا حتى هما شوف هذاك راه هي مكتب نقسم منه غير الرئيس ساكنوا تما كانوا تما هما معاه ديجا في مكاتب سابقه باش ما نقلعوش عليهم هاد الصوالح هادو يعني هما السبب نتاع هاد المشاكل هذه كامله الجماهير استفسرت خير في هادو اللي جاوا ياك هادو اللي جاوا قال لك غادي نزيد نخدموا الفريق ديالنا ومديرتنا توصلوا بهذا الايداع تاع سميتو تاعي اللي قبلوا لهم العصبه وكذا وهذه قالوا لهم انتم اللي غادي تقاتلوا مازال ما ردتش عليهم راه شوف راه شوف الكارثه العظمى الى العصبه رجعت بالرفض ياك السلطات حتى توصل الايداع راهم قانونيين واه مؤقت ودابا العصبه مازال الى ردت العصبه لانها رفضت غادي تولي غادي نوليو في واحد الدائره اخرى واحد الروتاك غتولي لجنه مؤقته اخرى وهذيك اللجنه المؤقته غادي تقلب على رئيس شفت الكارثه الصوفي واه والخاسر 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 الحيط والخاسر والخاسر الكبير هو الفرق ايوا خويا شوف شفت هاد الناس هادو خصهم يخرجوا لنا لان الفريق تاع المدير ما داير حتى شي واحد تاع الجماهير كامله تاع مدينه وجده وسميتها مدينه وجده ما سميتهاش المدير شوفوا غير نمنعوا حنا ضربوا راه كاين حوايج اخرين قانونيه حنا ضربوا خصنا ضربوا الناس يخرجوا واش هما المكتب الشرعي ولا ماشي المكتب الشرعي تاع الفريق يخرجوا لنا باش الامور توضح باش فهمت نعرفوا شنو كاين فاهمني ما غاديش يبقاو ساكتين وهادي يخرجوا لنا في اقرب وقت يخرجوا للصحافه ونتمنوا ان كاع الصحافه هي تنوض دير هذه البديله هذه ودير بلاغات في الصفحه تاعها الرسميه انها كطالب هذا المكتب هذا يجي عندها يحضر وتشاور معاهم يبينوا لنا الامور واش عطاوكم الفوفير باش انكم ديريجيو فريق المدير الجديد ولا ما عطاوكمش باش نعرفوا راسنا من رجلينا لان الوقت يزاحمونا ومتضرر هو الفريق ديالنا وراه هذا الشيء اللي ما غاديش نقبلوه وهذا الشيء اللي الجماهير كتندد به وهذا الشيء اللي غادي يبقى بصمته عار على هاد المسؤولين كاملين اللي راهم هنايا اللي
كاين اللي باغي المصالح ديالو وكاين اللي باغي المسائل ديالو الشخصيه. كنقولوا لهم غادي تبقى وصمه عار على هاد المدينه هذه، راه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. خرجوا لنا خويا الوجود وبينوا لنا الامور كيراها داير، سمعت بينوا لنا هاد الشيء شطوا خلاصه تاع هاد الموضوع هذا باش ما نطولوش. جماهي تريد معرفه السكه اللي راه غادي فيها الفريق ديال المدير الجديد، هل هاد المكتب الجديد انه غادي يقوم بانتدابات وفك المنع هذه وحده، ولا غادي يسير الامور غير مع هاد اللاعبين هذه اللي كنرفعوا لهم قبعه، ولا واش غادي يدير هاد الشيء؟ ما غاديش يجي غير هضر في شي حاجه شي بلاصه ولا هذه، خصو تغطيه اعلاميه وتكون يعني وازنه وتكون موجهه للعموم. نهار الفلان وفلان غادي يدير واحد الندوه، خص كاع جماهير الوجديه تسمع شنو كاين، لان هاد الفريق راه ديال العموم ديال الشعب. اسيدي ماشي ندوه سيدي، ديرنا غير بالغ، ديروا لنا بالغ. لا شو تبالغ و ديروا لنا شو اخر ماتش غير تصاور شوف هادي، ديروا لنا بالغ وديروا لنا الاسماء اللي راه تما باش نعرفوا هاد الاسماء حنايا، باش نعرفوا شكون راه يسيرنا وشكون اللي راه ضدنا وشكون اللي راه يخدم بالنيه وشكون اللي ما راهش يخدم بالنيه. بالغ ياك يعلن المكتب المسير لفريق مدير وجديه بقياده السيد الرئيس فلان فلان، النائب ديالو فلان فلان، النائب الثاني ديالو فلان وفلان، كذا اللائحه طويله وتهاود يعني يعني الحوايج اللي غادي تندال. حنايا غادي نقوموا ان شاء الله الرحمن الرحيم بتسيير فريق مدير وجديه ما تبقى من البطوله الوطنيه. ها الامور اللي غادي يديروها غادي نزيدوا نسيروا مع هاد اللاعبين هادو، وغادي نعطيهم الاجور ديالهم وغادي نعطيهم يعني اللوازم ديالهم، غادي نصيفطهم يدير واحد التربص غادي نديروا غادي نديروا. وإذا اقتضى الحل غادي نفكوا واحد شويه ديال المنع ونجيب واحد اللاعبين، وإذا ما اقتضاش ما غاديش نجيبوا، غادي نسيروا هاد الامور هذا. ونتمنوا ان من الجماهير الوجديه انها يعني يعني تعرف يعني هاد الخطوره اللي عليها فريق، ويعني تحسن عواننا وهذه وهذه. حتى الجمهور غادي يتعاطف معك وغادي يقول لك الصراحه ما كاينش فلوس الصراحه ايوا هذا الشيء اللي كاين باش نمشيو باللي كتب الله، باش اللي كتب الله حدو قدو كما يقولوا. حنا غادي نديروا غادي نفشوا كيقول لك البس قدك يواتيك، ما تبقاش تفوح. الا تبقى تفوح وكذا ومن الطير وغنى هذه راه ما غادي دير حتى شي حاجه. واش نقول لكم؟ نطلبوا الله يحن على هاد الفرقه هذه، وطلبوا لهاد المسؤولين هادو هاد رجال الاعمال اللي كاينين هنا في المدينه وهذه وهاد المستشارين، غادي نقولوا لهم راه فريق المدير فوق الرقبه ديالكم، ساندوا فريق تاع المدير الجديد. راه كاينين شركات بدون ديك الاسم ديالهم، كاين شركات بزاف كاينين هنا اللي الناس تاع وجده هما اللي كيديو المنتوجات ديالهم وما بغاش يعاونوا المولوديه، غادي تبقى وصمه عار عليهم. واش نقول؟ راه الفريق كيمثل المدينه، مدينه حدوديه. راه ملي كتسمع المولوديه كتجيك التوريشه. راه السي مصطفى السات يوم راه طاح، الله يجعل هذا المنبر هذا، الله يجعل ربي يجيب له الشفاء من هذا المنبر. الاخ مصطفى ديالنا راه يعني راه مقبل، راه مقبل على واحد العمليه اللي عمليه خطيره اللي هي توسيع تاع الشريط تاع القلب. وراك شوف مسكين قبيله كي داير مريح مسكين كون ما رقدش. والبارح مشى يعني تمناو تم هاد المسؤولين هادو يلتفتوا لهذا السيد هذا، لانه ضحى وعاون وعطاته الشيء الكثير الفريق المدير الجديد. نتمناو له الشفاء ونتمناو الشفاء لكاع الناس اللي راها مرض. والاخ ديالنا السي محمد مدريه اللي مشى للديار الاوروبيه، نتمناو له ان شاء الله الرحمن الرحيم باذن الله يعني الله يسهل عليه. ونتمناو عاود هاد الدراري ديالي ديال بريكاد وجد الله يجعل ربي يسهل عليهم. وكما قال لي بكاي كاليميرو حتى انا نمشي، غادي نقول له خويا كاليميرو نطلبوا لك الله تمشي حتى للانجليز ما تمشي حتى لشي بلاص. شوف اقسم بالله انا نبغيهم خير. شوف قاعد بخير راك عارف كي داير القلبان، الله يسهل على الدراري ديالنا ديال وجده كاملين يمشيو. وتحيه الناس تاع الجاليه. شوف شوف نقول واحد الكلمه بعدا، الناس تاع الجاليه المغربيه واش قال لك؟ اقسم بالله قال اقسم بالله على وديروا لنا يعني واحد الكونت خصوصي لينا، وديروا لنا تذاكر من فئه 500 درهم تنعاونوا. ما عندناش حنا واحد 1000 نديروا 1000 1000 واحد في الجاليه ما كايناش، كاين اكثر. قال كيديروها لنا باش يكون الشخص معقول. قال نصيفطوها لهم مع هاد الجماهير ديالنا ونتعاونوا ان شاء الله الرحمن الرحيم والفرقه تولي مليحه. بعدا كاين ما يكونش واحد الخصاص مالي هادو ما بغاش يخرجوا مع من هاد الناس تاع الجاليه. كي غادي دير تصيفط الفلوس وري واش انت في اوروبا؟ ما انت خصك دير بطاقات بحر تاع الجاليه تكبر بهم، كبر بهم. المكتب المسير يطلب من الجماهير المولوديه المقيمه بالخارج يعني الالتفاف حول الفريق
وردوا السكه ديالو وكذا، وكنحييكم على هاد الحراره ديالكم نتوما في الغربه، وكتبغوا الفرقه وكتموتوا على الفرق. علاش تموت بك الكلمه؟ باش تموت ديالها ماشي مجرد فارغ، المولوديه راه كتجمع بيناتنا، راه اللي مريض كتجمع وكتسول فيه، اللي محتاج المولوديه جماهير كتعاون بينات، هذا الشيء كيكون في الخفاء. هذا انا محسب الجماهير الوجديه، يعني يقول لك الالتفاف اللي كديروا جماهير الوجديه بيناتها، راه ما كديروا حتى شي جماهير بعدا زاد في راسك. الناس تاع اوروبا كاين اسبوع كامل وهما مساكين خدامين، كيجي الوقيته ديال ذاك الماتش كيتجامعوا، طارق خدام 50 كيلو ولا 60 كيتجامعوا كيهضروا هذيك الاجواء اللي كتكون هنا كيعيشوها تما. بغيتوا تقلعوا لنا هذه الفرقه هذه وتخليونا هكا، هذه حاجه اخرى، ما لا اله الا الله. المهم اش قلت لك؟ نطلب الله تعالى يحن على هذه الفرقه هذه، وبين السيد الوالي اتحاد المدينه هذه اللي كنشيدوا به بحراره انه يخرج لهاد الناس هادو ويلغى لهم ويستدعيهم ويحط لهم هذا الموضوع على طاوله النقاش. وراه ما باقي والو، 25 يوم امور يعني تحسب. سارعوا في انقاذ المولوديه الوجديه قبل فوات الاوان، وديما مولوديه، وكنشكركم كنشكركم. شوف وبغيت واحد الطلب اخويا، راه هذا وصل، هذا خليته لك تقليد امام الله امانه، وهذا وصل السيد المدير تاع الشركه. هذا ميساج من عند خوك يحيى الصوفي مشجع تاع هذا وصل، والله يرحم والديه. بغينا منبر اعلامي هنايا للسي طارق، شي ابورتمون هنا وديروا استوديو كما راكم دايرين في كازا وكذا، يعني حتى الجهه الشرقيه اللي هي العاصمه ديالها هي وجده، ديروا لنا منبر وجيب لنا لعاب اونسيان حتى هما يخرجوا كما راهم يديروا، يجيبوا العراقي ويجيبوا العلاي تاعنا، خصنا واحد المنبر ديروه لنا هنايا، وتجيب لنا لاعبين ويحكيوا وكذا باش الجمهور تخرج، وتجيب لنا بحال هاد الناس المسؤولين تما باش نخرجوا للحوار. والله الا شفت هذا اقسم بالله الا تمنيت انا يدير هذا كسميتو السيد الشحتان، نطلبوا انه يدير شي مقر شي بلاطو هنايا يليق بمدينه وجده. وراه جماهير وجديه راهم المتابعين الاوفياء ديال هاد المنابر هذه، راه شوف من اوائل السي شحتان. نطلبوا الله تعالى ان شاء الله يكون الخير باذن الله، نطلب الله يكون الخير باذن الله. وديما مولي والله العظيم اقسم بالله، والله الا تمنيت يكون شي منبر باش اشتر المنبر هذه هو اللي غادي استوديو هو اللي غادي يرد واحد الروح هنايا. شوف ماذا بيا انا نجي نشوف واحد اونسيان جوار، نشوف السي محمد الفيلا اللي راه مريض مسكين، قام نقولوا راه مريض لا شافيه، نشوف اللي جبنا محمد مرزاق، جبنا بالحيوان تما، جبنا النكروزيري حتى حنا نشوفوه يعرفوه الناس ونعرفوا حوايجنا كي دايره الامور. وجيب اخويا ماشي شغل تاع المجاوره اللي قدام لا جيبهم، لاننا حنا كنمثلوا المنطقه الشرقيه كامله، ماشي غير نقول لك وجده ولا يعني قال لك الكرش كبيره تفرقع. ونتمنوا هذا الميساج وصلوا له، الله يرحم الوالدين، وهذو اللي غادي يسمعوا لنا يوصلوا له يسمعوا وياخذ هذا الميساج هذا بعين الاعتبار، وهذا المكتب هذا يخرج للوجود. وتحيه كاع الجماهير الوجديه وديما مولوديه، وراكم في القلب، ولا يسهل على خويا مدريه، ولا يشافي السي مصطفى الساتيام، ولا يحن عليك اخو كاليميرو انت والدراري ان شاء الله الرحمن الرحيم الضفه الاخرى. وتحياتي والاس ما كان يحلاولو حمرا خضرا حلاولو، ودوك الجزائريين غادي يقول له روح اخويا قبل شي شغل ديالك وكذا، ما بقاش قابلنا حنايا، روح اخويا راه يوغي ما عندكمش يوغي، ما عندكمش هاواي، وما عندكمش الحنه وكذا، روح قابل شي فهمت قابل نبغي الكاز. انا شو احنا وطنيين اخويا، احنا كنبغيو هاد البلاد هادي، كندافعوا على المنتخب، ندافعوا على كل شيء فهمتني. روح صافي دبر على شي حاجه ديرها ولا دبر كذا، وديما مولوديه فهمت. والله يحفظكم. واش نقول لك؟ والله الحلم ديالنا صاحبي ماشي الحلم، اقسم تمنيتها صاحبي والله. هاد النكاسات كرهتها كاع جماهير الوجديه، خرجوا صاحبي خرجوا للوجود، راه ما فيها والو، ما غاديش يقلعوا لنا الراس ولا كذا. شوف كيقول لك واحد المثال، الحقيقه كتعاشر الناس كتطول في العشره، ما غاديش نفك الملح، غادي ندير هذا، ما غاديش ندير هذه، راه ما تشكلوا لك راسك ولا بزز عليك، ما نقدرش ندير واحد الحاجه، ما نقدرش صافي. والسلام عليكم، سلام مولودي ميلانو خويا طارق، الله يحفظك وتطول.